السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ وياكم موضوع جديد اللي هو الجافا اي او input output. طبعا انتوا اخذتوا فكرة عنها في الدروس او دورة جافا مبتدئين، عفوا اخذنا فكرة عنها وعرفنا كيف نستخدمها وتعاملنا مع بعض الاشياء منها الـ input والـ output والـ file output input والـ byte array، كثير من عدها اخذنا. لكن فياتكم يتساءل انه احنا ليش نرجع لهذا الموضوع مرة اخرى؟ في اشياء احنا راح ناخذها في الادفانس. اذا انت كنت ذكي وفاهم كل هذا الموضوع اللي احنا راح نشرحه، اتس اوكي okay. ممكن تعبر على موضوع اخر اللي راح نشرحه بعد الجافا اي او، لكن ايضا ممكن تستفاد بالاعادة افادة، ممكن تحصل على examples امثلة اخرى يختلف عن الامثلة اللي انت قريتها. فندخل للجافا اي او. جافا اي او اللي هو معناته الانبوت والاوتبوت، الاي يرمز للاي انبوت والاوت الاو يرمز للاوتبوت عفوا. طبعا هي عملية تستخدم هاي في عملية الادخال وعملية الاخراج، والاخراج يكون على اساس المدخلات اللي احنا خليناها. جافا يمشي على مبدأ ستريم، أي بمعنى أنه يجعل الـ I.O. operation فيها أسرع، عملية الـ I.O. تكون فيها أسرع. طبعا لما ألفظ I.O. بمعنى input output، أوكي؟ فإذا الجافا يستخدم مبدأ الستريم لأنه راح يجعل الـ I.O. operation عملية الـ I.O. أسرع. والجافا I.O. هي باكيج موجودة فيها الكلاسات اللي أنت تحتاجها، جميع الكلاسات اللي انت تحتاجها من الانبوت والاوتبوت، عمليات الانبوت والاوتبوت، اي بمعنى انه هو باكيج خاص اللي هو java.io. وايضا نقدر نقول الستريم، اذا نجي نشرح معنى الستريم، الستريم هي عبارة عن مجموعة متسلسلة من البيانات الجافا تتمثل بها على شكل بايتس، أي بمعنى هي مجموعة من بيانات متمثلة بشكل بايتس، هذا اللي احنا نسميها ستريم. تسمى بالستريم ايضا كأنه ستريم من الواتر، أي بمعنى انه شايفين لو عندكم مثلا بايب بوري، في داخل هذا البايب او في داخل هذا البوري لما يمر الماء، لما يجري الماء في داخلها، او ساقية لما يجري الماء في داخلها، هذا الساقية احنا نعتبره ستريم. اوكي، هذا الشكل اللي هو مثل الانبوب احنا نعتبره ستريم، فلهذا هم يطلقوها ستريم لانه هي اصلا تمر بشكل انبوب وتجري فيها البيانات من اذا كان انبوت يذهب للاوتبوت، اذا كان اوتبوت ياخذ من الانبوت. طبعا في الجافا ثلاث انواع من الستريم انت عندك، وهي تستخدم اوتوماتيكيا. عندك السيستم اوت اللي درسناها سابقا، السيستم ان درسناها سابقا، وعندك ايضا السيستم دوت ايرور ايضا درسناها في دروس السابقه في الجافا مبتدئين. بالنسبه للاوتبوت ستريم وبالنسبه للانبوت ستريم، هذا الاوتبوت ستريم والانبوت ستريم. الاوتبوت ستريم الجافا، تطبيقات الجافا تستخدم الاوتبوت ستريم في سبيل انه حتى ترسل البيانات او تكتب على البيانات اللي موجوده في الديستنيشن، في المكان اللي مفروض يصل اليه. يعني الاوتبوت هو راح يبعث البيانات الى الديستنيشن، الى المكان اللي مراد ان يصل اليه. طبعا الديستنيشن ممكن يكون عباره عن فايل، ممكن يكون عباره عن اراي، ممكن يكون عبارة عن الأجهزة اللي هي الـ USB, HDMI, الـ RJ، أوكي؟ والـ RJ يكون أكيد عن طريق السوكيت، أي بمعنى أنه من نقول Output Stream، مو فقط Output Stream يبقى في بالك أنه هو معناته أنه أنت تكتب على الملفات الموجودة في الهارد، لا، أنه الـ Output Stream ممكن تستخدمه في أنه أنت ترسل البيانات أو تكتب على بيانات موجودة في الشبكة Network، أو موجودة في الـ USB، أو موجودة في الـ HDMI، موجودة في أيضا Socket الموجودة في الإيثرنت. بالنسبة للـ Input Stream، الـ Input Stream تطبيقات الجافا تستخدمها الـ Input Stream في سبيل أنه تقرأ البيانات من السورس، من المصدر. طبعا هذا المصدر ممكن انه يكون نفس الحالة، ممكن يكون فايل، ممكن يكون array، ممكن يكون USB، اوكي، وممكن يكون socket. فاذا
احنا من نقول جافا اي او مو معناته فقط جافا للفايلز، لا، جافا ممكن يكون على النيتورك، اي او يكون على اليو اس بي، او ممكن يكون على اراي او فايل. فهاي الفكره من الجافا اي او. ان شاء الله راح ناخذ مجموعه امثله وناخذ مجموعه اشياء اللي مر علينا نقوي نفسنا بيها، اذا ما مر عليك هذا يعتبر فد شيء جيد. فخلينا نشوف الوقت، لهنا احنا نوقف التسجيل ونكمل وياكم درس القادم. مع السلامه.